واحتفالات المخلدة لذكرى 62 لعيد الطالب، ورسالة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة يلقيها وزير الثقافة سيد عز الدين مهوبي في هذه الأثناء. أباء المجاهدين والمجاهدات، كما أحيي أصحاب المعالي والزميلان وزير المجاهدين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أي السيد الوالي وكل إطارات الولاية المدنية والعسكرية، سيد رئيس الشعب الولايي وكل المنتخبين الحاضرين، السيدات والسادة أعضاء البرلمان بغرفتيه، السادة الأمناء العامون للمنظمات والجمعيات وكل الأسرة الثورية، كما أحيي الأساتذة والباحثين وأساتذة وطلبة هذه الجامعة وعلى رأسهم مدير المركز الجامعي بتيبازا، الأساتذة الكرام، الأسرة الإعلامية، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورمضان كريم وصيام مقبول. شرفني فخامة رئيس الجمهورية المجاهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بقراءة نص الرسالة التي خص بها الذكرى 62 لالتحاق الطلبة الجزائريين بصفوف ثورتهم المباركة واليوم الوطني للطالب الذي يتم هذه السنة تحت شعار بالعلم والمعرفة نصون الأمانة. ورسالة نصها كما يأتي: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفي باليوم الوطني للطالب الذي اتخذته الجزائر سنة لأبنى عليها تخليدا لذكرى مجيدة لمحطة أضافت إضافة حاسمة لسابقاتها من محطات كفاحنا من أجل التخلص من نير استعمار البغيض. اليوم هذا مناسبة نرفع فيها وترفع فيها الأمة الجزائرية دلائل العرفان إلى أولئك الطلبة الجامعيين والطلبة الثانويين الذين مع تعطشهم للعلم والتعلم أبت عليهم نخوتهم الوطنية إلا أن يؤثروا عزة الجزائر وحريتها ويقدموا في 19 ماي من سنة 56 على مقاطعة الدراسة فغادروا مدرجات الجامعة وأقسام الثانويات وانتشروا في ربوع الوطن مجاهدين في صفوف الثورة لتخليص الأمة مما كانت فيه من قهر الاستعمار. إنهم استبدلوا قاعات الدرس بكهوف الجبال ومغاراتها والأقلام بالبنادق والرشاشات، وهبوا مستجيبين لنداء الواجب الوطني وخارجين بلا رجعة عن عهد أقسموا أن لا يستمر وأن لا يمعن في تسليطهم قهر الظلم والتعذيب والاستغلال على شعبهم.